والمتحف المصري بسم الله ما شاء الله. وعايز اقول لكم قربنا تاني بنجهز، وفي اجتماعات دلوقتي مستمره طول الوقت بتتابعوا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دايما بيعمل اجتماعات كتيره جدا مع وزير السياحه احمد عيسى، السياحه والاثار طبعا، طول الوقت الفتره اللي فاتت يمكن على مدار فتره قريبه 3 4 5 اجتماعات. نحن دلوقتي بنجهز تجهيزات قبل الاخيره عشان يكون في اعلان رئاسي بموعد الافتتاح. الاعلان الرئاسي يكون من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعلان موعد افتتاح المتحف، شغالين عشان نصل لهذا الموعد، ولكن المتحف خلاص اصبح تقريبا شبه جاهز من كل شيء. اثار خلاص موجوده، اتنقلت، تجهيزات موجوده، خلاص كل شيء بقى يعني اقتربنا من تحديد الموعد ان شاء الله. هو ده رحيل لهذا اليوم ان شاء الله اللي يكون العالم كله ينتظر. لازم يبقى في اختيار للتوقيت، العالم كله انت عايز الدنيا كلها تبقى موجوده. بتكلم على اكبر متحف في العالم، هيكون المتحف المصري الكبير، العالم كله يبقى موجود عندك، تبقى مستعد كمان بفندقه، بخدمات، بعمليات نقل، بتجهيزات، بمنطقة الأهرامات بيكون بأعلى مستوى، لأنه الموضوع مش أهرامات النهاردة، لا، تكلم على متحف محتاج له. بالمناسبة متحف المصري الكبير، وأنا كنت فيه من فترة، يعني متحف ده محتاج له في أجنحة محتاجاه، مثلا توت عنخ آمون ده عايز يوم لوحده، يوم توت عنخ آمون. طيب مراكب مركب خوف وغيره محتاج نفس الحكاية، يعني المتحف ده محتاج له، مش تعمله في يوم واحد، لا 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 خالص، لا، زيارة المتحف دي يبقى متجهز لها عشان تعرف وتشوف. وعندك شباب مصر اللي هم مدربين بكل لغات الدنيا، لو انت ياباني هتلاقي، لو انت صيني هتلاقي، لو انت فرنسي هتلاقي، لو انت اسباني هتلاقي، لو انت يوناني هتلاقي، لو عايز انجليزي، يعني كل لغات العالم موجودة. اي حد جاي، اي فوز سياحية جاي من العالم كله، هتجد اللي هيشرح ليها المتحف المصري بكل الاركان بتاعته، بكل الاجنحة بتاعته، موجودين وعلى اعلى مستوى، حاجة في منتهى يعني الصورة الجميلة للشباب المصري كلهم. شفت الناس كتير منهم لما كنا حتى مع السيد وزير السياحة من فترة، يعني فانت بتستعد بتجهز اللحظة دي.